وتنظن بانه فقدنا واحد من الاخوان ديالنا الله يرحمه ويوسع عليه، عبد الرحيم الوكيلي، انسان عزيز على القلب، يعني شارك مع المنتخب المغربي في تظاهرات كبيره، كاس افريقيا، كاس العالم، لاعب اعطى الشيء الكثير لكره القدم. ف باسم جميع اللاعبين القدماء ديال المنتخب الوطني واللاعبين اللي رافقوه سواء في الفتح سواء يوم ما كان تيمارس، تنقدم التعازي الحاره للاهل ديالو والدوام بقاء لله وإن لله إليه راجعون. الصراحة الله القلب ديالنا يعني مفطور بزاف، لأنه في تواصل مع عدد كبير من اللاعبين زعما ما عرفوش الطريقة اللي يعني السرعة باش أمور وصلت للموت ديالو. ف ما يمكن لي نقول غير داوم بقاء لله والله يرحمه ويوسع عليه لا فامي ديالو، نتمناو لهم الصبر. انا شخصيا بحكم التواصل ديالي مع عدد كبير ديال اللاعبين، المعلومه كانت مخفيه باش يكون باش يوصلوا اللاعبين كلهم اليوم. انا بالنسبه لي كانت الخميس، اليوم الجمعه، انايا اليوم كان عندي خرجت من العمل ديالي باش نصلي وجيت نادي الواجب ديالي فيزافي ديال الصديق ديالنا، فالله يرحمه ويوسع عليه ما ندخلوش في هذه المتاهات لان كله الظروف ديالو، ونتمناو من الله الصبر والسلوى لافامي. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا اخي سعيد على الاستضافه. يعني بهذه المناسبه الاليمه فقدنا واحد، شنو نقول لك، شخص، ما نقولش لاعب، لانه اللاعب ربما حتى الجيل ديالنا كيعرف عبد الرحيم الوكيلي، لاعب اللي عطى شيء كثير للمنتخب الوطني والفرق اللي جاورها، ولكن حنا غادي نطرحوا على الشخص. الشخص انا ما عاشرتوش بزاف عبد الرحيم الوكيلي، عاشرتو واحد المده، كان غير اتصال بيناتنا وهذه، ولكن انقطع الاتصالات لانه كل واحد والظروف ديالو، ولكن اللي كنعرف على عبد الرحيم انسان طيب، انسان الحاجه ماشي ديالو، انسان تيبغي الخير الناس كاملين. صراحه فقدنا واحد الجوهره كما تنقولوا، انسان عطوف، انسان اللي هو حنون اب معنى الكلمه، فرحمه الله عليه. فكنت كنتمنى، انا جيت لهنا باش نشوف يعني اللاعبين الدوليين، ما شفت حتى شي واحد، وسيرتو الجيل ديال 98 نورمالمون ما نعرفش واش عارفين ولا ما عارفينش،
حتى المسؤولين ديال الجامعه حتى هما ما باب ليا حتى شي واحد. فكنت كنتمنى المسار اللي قدام عبد الرحيم مع المنتخب الوطني ان كل شيء انه يجي ويترحم على هذا الشخص الطيب. مي كل واحد الظروف ديالو. إن لله وإنا إليه راجعون. يا ربي يعني تعطيه لجنة الفردوس لأنه إنسان يستحق. عانى معاناة كبيرة مع المرض السرطان، قدر الله سبحانه وتعالى كيتصرف. الله يرحمه والله يصبر العائلة ديالو الصغيرة والكبيرة. بكم عمر العلاوي صديق عبد الرحيم المرحوم الله يرحمه ويوليه برحمة الله، الإنسان الطيب الخالق اللي ما عمرك كتسمع منه إلا النصيحة، إنسان اللي متقي الله. الحمد لله مات على تقوى الله. كان كيصيفط لنا دي ميساج في الواتساب، هو مريض لواحد الدرجه مسكين، وتيوصي على تقوى الله وتيوصينا على الابتعاد عن الاشياء اللي خايبه. وتبارك الله كان لاعب كبير. انا كنت في المانيا في هذيك الوقيته عايش وكنشوف تفرجوا فيه لا في ماينس لا في 1860 ميونشن، عشر لعابه كبار وعطى المنتخب المغربي الحمد لله. وكان كيفتخر بالمغربيه ديالو في المانيا انه مغربي حر. وتمنينا لو كان الناس ديال الناس اللي جاوروا مثلا في المنتخب ولا الناس ديال الجامعه كان يكون الحضور ديالهم هنا في المسجد، يعني غير حتى العائله ديالو تيعطيو واحد الموتيفاسيون كانت تكون مزيانه. كانوا حتى الناس ملي كيشوفوا اللعابه القدام اللي جاوروا هادي تيقول لك بان هاد اللعاب راه، ولكن كل الحمد لله كل واحد الظروف ديالو والله اعلم. يمكن الناس ما عارفاش، يمكن الناس ما عارف، ولكن الحمد لله اليوم الاعلام كله تكلم عليه. ولكن للاسف ما تنشوفوش حتى واحد في اللعابه القدام اللي جاوروه ولا في اللعابه الحاليين ولا المسؤولين ديال الجامعه الله اعلم. والله يرحمه ويوسع عليه والله يرزقه الجنه ان شاء الله، وهذا اللي كنتمناه له. الله يرحمك اخويا عبد الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انا جد متاسف بزاف لهذا الفقدان ديال الاخ ديالنا والصديق ديالنا عبد الرحيم اللي فقدته الكره الوطنيه وفقدوا المغرب كامل، لانه كان مثل واحد الانسان واحد الجوهره كان عندنا، وكان كان سفير ديالنا في المانيا. ومن ناحيه الاخلاق ديالو ما الله ما عندنا ما نقولوا فيه، لانه انسان طيب وكان انسان مؤمن بزاف كيدير الخير. وتنتمنى الله سبحانه وتعالى الرحمه والمغفره والله يرحم الاموات جميعا الحمد لله. شكرا. بديدي فين مشى علينا؟ بديدي موجود في الرباط ديما و انا طبيعتي انا كنبعد شويه لان ما كرهتش كنت انا داخل الميدان وكان كنمارس وكلش، ولكن لظروف ولاسباب. فعندي واحد المدرسه ديالي متكلف بها الوليدات ديالي، الاكاديميه ديالي متكلف بها وانا فرحان بها بزاف، لان كنأطروا فيها وليدات صغار وكنجعلهم انهم نجعلوا فيهم الخلاف لهاد الوليدات اللي تلعبوا دابا، وهذا الشيء اللي كاين. مرحبا بكم، بارك الله فيك. عبد الرحيم واحد الصديق شحال هادي الله يرحمه ويوسع عليه، واحد الانسان كيبغي الخير لصحابه وعائلته، ومسكين راه حاس بهذا الشيء انه كان مريض واتصل بيا وطلب مني، قال لي ودي الله يجازيك بخير ما دير واحد الصدقه، راه الصدقه تبعد على انت شي. والسيد واحد الانسان كيحترم كل شيء وعزيز عند كل شيء، وحتى الاوديو الاخراني ممكن تسمعنا. ايه نسمعك. اخر ما صفت لي مسكين في المانيا هو في السبيطار. السلام عليكم خويا ابراهيم. اسمح لي حلقه شويه، راني مريض اخويا ابراهيم، راني في المانيا تنتعالج. امر الله سبحانه وتعالى كان واحد المرض اللي كتبوا عليه الله، والحمد لله والشكر لله. بغيت نسولك اخويا ابراهيم، بغيت ندير واحد الصدقه لشي ناس محتاجين. بغيت ندير شي حاجة ديال الماكلة ولا شي حاجة لشي بحال دار الأيتام. أنا قلت نسولك أخويا إبراهيم، أنت تكون عارف شي جمعية ولا شي دار الأيتام ولا شي وحدين مساكن اللي يفرحهم هذاك الصدقة اللي غنديرو.
بغيت نستشر معك واش تعرف شي وحدين. هذا مسكين عارف هذا الشيء انه عارف هذا الشيء شحال هادي والله يرحمه ويسع عليه. وكتعازينا الحاره لوالديه وصحابه وعائلته الصغيره والكبيره. شكرا. اول حاجه كنقول ان لله وانا اليه راجعون. دونك الساحه الرياضيه وحتى الساحه اللي كنعيشوا فيها ديال الاصدقاء ديالنا فقدت واحد من الخوت والاصدقاء اللي كتجمعنا به بزاف ديال الحوايج. كنظن بانه عبد الرحيم ما غاديش يعاود يجي شي شخص بحالو لانه كنا كتجمعنا بزاف ديال الحوايج فيها البسط في علاقات اللي هي وكنتكلموا في الرياضه دونك العلاقات على اعلى مستوى مع ناس اخرين اللي كيجمعونا في هذا الميدان هذا. ولكن هو عزيز والله اعز منه الله عز وجل هو اللي بغاه وخذاه. الله يصبر العائله ديالو ويصبرنا معه جميعا والاصدقاء ديالو. تنقول بانه الانسان كيجي واحد النهار وكيكون في هذا المشهد هذا اللي كنا فيه حاضرين. وانا اخر الكلام كان بيني وبين عبد الرحيم الوكيلي اليوم هو المسامحه وانا في القبر ديالو. تيقولوا الناس على انه تكون بزاف ديال الحوايج خصنا نديرو في الحياه ديالنا قبل ما نموتوا، وهاد الناس اللي حضروا اليوم فهم دليل على القيمه ديال عبد الرحيم والانسانيه ديالو اللي كتجلى في الدم وفي العروق ديالو. نسال الله عز وجل الله يرحمه ويرحم جميع المسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات.